مرحبا. مثل ما عودناكم سلسله فيديوهاتنا عن جامعات اسطنبول، اليوم نحن بجامعه جديده وتغطيه جديده، كونوا معنا. جامعة من 130 سنة على دور العهد العثماني، وكانت مدرسة التعليم الثانوي فقط، حتى أصبحت جامعة معترف فعليا عالميا عام 1996. تتألف الجامعة من حرمين رئيسيين، واحد بالمنطقة الأوروبية منطقة مسلك، والآخر منطقة شيلي الموجودين نحن فيها حاليا. تتميز منطقة شيلي بهدوء أو بعد عن اسطنبول، مما يجعلها جو هادئ ومناسب للطلاب. مرحبا، أنا اسمي عبد الرحمن من فلسطين، أنا طالب سنة أولى ميكاترونكس في جامعة إشك. الجامعة بتتميز بجمالها هون بالطبيعة وجوها الدراسي الجميل، السكن اللي فيها برضو جميل كتير. Hello, my name is Idil. I'm from Ukraine. My department is psychology. It's my second year here and I love this university because all the people are so kind and they are helpful. We have a lot of international students in here. We can share our culture, different cultures together. نحن حاليا مخبر البيوميديكال انجينيرنج اللي هو هندسه المعدات الطبيه واللي بينعد قليل التواجد بالجامعات الخاصه في تركيا. الجامعه بتتالف من 5 كليات: كليه الهندسه المدنيه، كليه العماره، كليه العلوم والفنون، كليه الفنون الجميله، وكليه البزنس. مرحبا، انا ايا جوزي من المغرب. أنا سنة أولى بتخصص هندسة صناعية، والحياة حلوة بإشك لأنه خصوصي بالنسبة للبنات وسهل كثير، خصوصي إذا كنتوا بالدورمز لأنه هو قريب كثير وبيبعد بس 5 دقائق عن الجامعة. صنفت الجامعة بين أفضل 80 جامعة على مستوى تركيا بالإضافة لاشتراكها برنامج إراسموس للتبادل الطلابي حول العالم، معترف عليها من قبل الأردن ولبنان ومعظم الدول العربية. الأوراق المطلوبة للتسجيل هن صورة عن الشهادة الثانوية مترجمة للغة الإنجليزية وصورة عن جواز السفر للطلاب المستجدين، بينما طلاب الاستكمال هن نفس الأوراق بالإضافة للترانسكريبت يلي هو كشف المواد، ولا تنسوا تقدموا عن طريقنا حتى تحصلوا على منحة 75% خلال يومين. مركز اللغات الحديث كل لسان.